أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه التغطية الخاصة والمباشرة، إذ يشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في هذه الأثناء على مراسم حفل تكريم الطلبة الأوائل في امتحان شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة جوان 2024. نتابع. مجيد تبون رئيس الجمهورية نشهد حفل تكريم المتفوقين المتمدرسين في الامتحانات المدرسية لسنة 2024 برسم شهادتي الباكالوريا والتعليم المتوسط. عن هذه الامتحانات، ظروف تحضيرها، ظروف سيرها، وانتظام مؤسسات الدولة مجتمعة لأجل إنجاحها، يتفضل السيد عبد الحكيم بالعبد وزير التربية الوطنية مشكوراً. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، السيد رئيس مجلس الأمة، السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد الوزير الأول، السيد رئيس المحكمة الدستورية، السيد فريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السيد مدير الديوان لرئاسة الجمهورية، السيد الأمين العام لرئاسة الجمهورية، السادة مستشارو السيد رئيس الجمهورية، السيد الأمين العام للحكومة، السيدات والسادة أعضاء الحكومة، السادة الإطارات المدنية والأمنية والعسكرية للدولة، السادة إطارات التربية الوطنية، ممثلي أولياء التلاميذ، الأسرة الإعلامية، بناتي أبنائي، أيها الجمع الطيب الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. يطيب لي في المستهل هذا الحفل المقام على شرف الناجحين الأوائل في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2024 أن أتوجه إليكم بخالص عبارات الترحيب وأولى عبارات الشكر، أوجهها بكل اعتزاز وافتخار إلى السيد رئيس الجمهورية رافعا لمقامه الكريم أسمى وأرقى تعابير التقدير والامتنان والإكبار لحضوره وإشرافه الشخصي على هذا الحفل. سيدي الرئيس، إن رعايتكم السامية لهذا الحفل وسام فخر واعتزاز على صدور أبنائنا المكرمين، وعنايتكم الفائقة بالمدرسة إنما هي بشائر خير تنبئ بقادم واعد للتربية والمربين في جزائر قررت الارتقاء بالعلم وبمصف التربية ومحترف التعليم. ودون التفصيل في النتائج المدرسية لكل المستويات من الأولى ابتدائي إلى الثالثة ثانوي التي عرفت تحسناً ملحوظاً هذه السنة، أكدته نتائج الامتحانات الوطنية لهذه الدورة، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان شهادة التعليم المتوسط 62.85% بزيادة فقط 11% مقارنة بالسنة الماضية. 52 منهم نجحوا بتقدير مقابل 44 السنة الماضية، كما انتقلت نسبة القبول في السنة الأولى الثانوي من 65 إلى 73%. وبخصوص امتحان البكالوريا، تحسنت النتائج بقرابة 68% وارتفعت من 50.61 إلى 58.28%، ولقد أحرز أبناؤنا في مدارس أشبال الأمة نتائج ممتازة بلغت نسبتها 97.95%، كما حقق أبناؤنا من ذوي الهمم نتائج جيدة إذ بلغت نسبة التحسن عند ذوي التحديات السمعية 19% والبصرية 7% والحركية 5%. من جهة أخرى، سجلنا تحسن نسب النجاح في كل الشعب وفي مقدمتها شعبتي أدب وفلسفة وتسيير والاقتصاد على التوالي ب 19 و13%، ولقد تصدرت شعبة الرياضيات قائمة الشعب ب 82.25%، متبوعة بشعبة الفنون ب 79.45%، كما بلغت نسبة النجاح في ثانوية الرياضيات 100% وفي المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا 85.29%، وعلى مستوى مؤسسات إعادة التربية 63.43% بتحسن قدره 19.10%. وقد رافق هذا التحسن الكمي تحسن نوعي غير مسبوق، إذ بلغت نسبة الناجحين بتقدير 23% على النحو الآتي: نسبة التحسن في ملاحظة ممتاز 96%، وفي ملاحظة جيد جدا 44%، وفي الجيد 13%، والقريب من الجيد 23%. علما أن نتائج هذه السنة تعتبر الأحسن كما ونوعا منذ الاستقلال. السيد الرئيس، مما لا يخفى على أحد
أن كل قطاعات الدولة حققت طفرة كمية ونوعية في فترة وجيزة تحت قيادتكم المتبصرة والرصينة، سواء في الجوانب الاقتصادية أو الصناعية أو الاجتماعية. فبالرغم من داء الوباء وما ميز السنوات الأخيرة من صعوبات وتحديات وسياقات إقليمية وجهوية وحتى عالمية، تحطمت أمواج شرورها على صخر حنكتكم وعزيمتكم، حيث تحققت إنجازات استراتيجية تاريخية على المستويين الوطني والدولي لم نشهد لها مثيلا من قبل، وكان فيها للتربية وللتعليم حظ وافر نسرد على سبيل الذكر إلى الحصر. أولا بخصوص الشق البيداغوجي والتعليمي، التخفيف الفعلي من وزن المحفظة في الابتدائي باستعمال اللوحات والكتب الرقمية والنسخة الثانية من الكتاب، تنفيذ القرار الاستراتيجي الخاص باعتماد اللغة الإنجليزية في الابتدائي، الارتقاء التاريخي والكلي بالتربية البدنية والرياضية في الابتدائي بإسنادها إلى أساتذة متخصصين، مراجعة مواقيت التعليم الابتدائي، استحداث مديرية عامة للرياضة المدرسية، إدراج التربية المرورية في المراحل التعليمية الثلاث، تنصيب امتحان المكتسبات في مرحلة التعليم الابتدائي، تفعيل آليات الإعلام والتحسيس والتحفيز للتوجيه إلى شعبة الرياضيات، لا سيما بعد إنشاء المدارس الوطنية العليا للرياضيات والذكاء الاصطناعي والنانو والأنظمة المستقلة، ما أدى إلى تحسن نسبة الموجهين إلى الرياضيات من 3 إلى 10% وإلى التقني الرياضي من 7 إلى 18%. استحداث ثانوية وطنية للفنون بأربعة خيارات هي سينما سمعي بصري، موسيقى، فنون تشكيلية ومسرح. تنظيم امتحان شهادة البكالوريا لأول مرة في شعبة الفنون. توظيف مساعدي الحياة المدرسية لأول مرة لمرافقة التلاميذ المصابين بطيف التوحد في التعليم الابتدائي. استحداث الأولمبياد الجزائرية للرياضيات مع توسيعها لتشمل الفيزياء، العلوم الطبيعية، الكيمياء، علم الفلك، الذكاء الاصطناعي، النانو، الروبوت والمعلوماتية. ولا يفوتني في هذا المقام التذكير بالإنجاز التاريخي الذي حققه أبناؤنا في الدورة 65 للأولمبياد الدولية للرياضيات المنظمة بالمملكة المتحدة، حيث تحصلت الجزائر لأول مرة على ميدالية ذهبية، علما أن الجزائر هي الدولة العربية والإفريقية الوحيدة التي توجت بميدالية ذهبية. ثانيا في الشق الاجتماعي المهني، استفادة 94479 موظف من الترقية إلى رتب أعلى، توظيف 254705 مستخدما، منها إدماج 103457 منتسبا لجهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي، استفادة 5969 متعاقدا من جهاز النشاط الاجتماعي، إدماج 62262 أستاذا متعاقدا في المراحل التعليمية الثلاث، توظيف 33818 خريجا من المدارس العليا للأساتذة، توظيف 13000 أستاذا لمادة اللغة الإنجليزية في الابتدائي، وتوظيف 16212 أستاذا للتربية البدنية والرياضية في الابتدائي. ثالثا وبرسم الدخول المدرسي المقبل، سيتم بحول الله تجهيز 1700 مدرسة ابتدائية أخرى باللوحات والكتب الرقمية ليقارب عدد الابتدائيات المجهزة بها 5000 مدرسة. التقليص من عدد المواد المدرسة في الطور الابتدائي الأول للابتدائي، مضاعفة الحجم الساعي لمادة التربية البدنية في الابتدائي، الرفع من حجم الساعي الأسبوعي للأنشطة الفنية من 7 إلى 20% وتدعيم نشاط الرياضيات بألعاب رياضياتية، تعميم التعليم التحضيري 100% الذي لم تتجاوز نسبته سابقا 56%، استكمال تنصيب مادة اللغة الإنجليزية في السنة الخامسة ابتدائي، توسيع امتحان تقييم المكتسبات لطوار التعليم الابتدائي، استحداث 4 ثانويات جهوية للرياضيات بكل من وهران، قسنطينة، بشار وورقلة، إطلاق المدرسة الجزائرية الافتراضية لأبناء الجالية بالخارج، توظيف 292 أستاذاً للتعليم الثانوي كأول دفعة متخرجة من المدرسة العليا للسم البكم التي قررها وجسدها السيد الرئيس، الاعتماد الكلي على الرقمنة في التسيير بعد استكمال مسارها في قطاع التربية الوطنية بنسبة 100% في شهر جوان الفارط. السيد الرئيس، إن كل ما تم إنجازه في وقت وجيز ما كان له أن يكون لولا اهتداؤنا ببرنامجكم الذي رتب لنا الأولويات وسخر لنا الإمكانيات وذلل العقبات ووضع الآليات لمتابعة وتصويب الأداءات. وأقول لبناتي وأبنائي، لبناتي العزيزات وأبنائي الأعزاء،
إنني وإذ أهنئكم اليوم على نجاحكم الباهر، فإنني في الوقت ذاته أشد على أيادي أقرانكم الذين لم يوفقوا هذه السنة، سائل لهم الله عز وجل النجاح مستقبلا، فكلكم أبناء وحفدة شعب كريم لا ينحني إلا لرب العرش العظيم، شعب شهم تسري في دمائه قيم العزة والنخوة والتضحية والإباء، فضعوا بلدكم في عقولكم وقلوبكم، وصونوا وديعة أسلافكم، وافتخروا بتاريخكم وشهدائكم ومجاهديكم، وآثروا الوطن على نفوسكم، وتشبثوا بأخلاق أمتكم، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، وإنما الأوطان أمجاد بما أنجبت. الشكر الجزيل والثناء الجميل لكم سيدي الرئيس على ما أعطيتموه من عناية ومن رعاية للتربية والتعليم، وما أبنتموه من دراية متبصرة بشؤون المدرسة والمدرسين والمتمدرسين، كان له الفصل والفضل في استقرار القطاع وتحصيل إنجازات غير مسبوقة، فجزاكم الله عن التربية والمربين كل خير، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. العرفان والامتنان للسيد الوزير الأول ولكل الدوائر الوزارية المشاركة معنا في تنظيم هذه الامتحانات، وكل الأجهزة الأمنية التي عملت باحترافية وكفاءة عالية، وكذا الحماية المدنية والمؤسسات الوطنية المتدخلة. التحية والتقدير لأفراد الجماعة التربوية من تربويين وإداريين ومهنيين على روح المسؤولية وحسهم المهني، مثمناً عالياً دور شركائنا الاجتماعيين من نقابات وتنظيمات وطنية لأولياء التلاميذ، رفع الله من شأن الجزائر والجزائريين، وجعل ولي أمرها الكريم وشعبها العظيم وجيشها القويم وسائر مؤسساتها في رباط متين إلى يوم الدين. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، العزة والرفعة وراحة البال وحسن المآل لمجاهدين البواسل الأخيار، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أشكركم السيد رئيس الجمهورية الحضور الكريم على حسن صبركم وكرم إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشكر لكم سيدي وزير التربية الوطنية على ما تفضلتم به بياناً وتفصيلاً أن العملية التربوية وإنجاح هذه الامتحانات مساهمة مؤسساتية ومجتمعية على حد سواء، وأنه من الوفاء لرسالة الشهداء والمجاهدين أن استرجاع السيادة الوطنية ليس فحسب التحرر من نير الاستعمار، وإنما إعادة مجد تليد، وهو أن الجزائر كانت ولا تزال قبلة ومنارة للعلم والعلماء، وما الاهتمام بناشئة الصبيان في أدائهم هذا وفي نجاحهم بهذه الامتحانات إلا إكراماً للعلم وأهله. سيدي رئيس الجمهورية، ندعوكم فضلاً لأن تتصدروا القاعة لتكريم المتفوقين والمتفوقات في امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط لسنة 2024. المتفوق الأول في امتحان شهادة البكالوريا محمد أمين مقران، هو الحاصل على شهادة البكالوريا بمعدل 19.62، نعم 19.62 في شعبة الرياضيات، أصيل ولاية تيبازا. يحظى بميدالية يوشحه إياها السيد رئيس الجمهورية، وهدية ومكافأة مالية. التلميذة الثانية وطنياً ماريا إيناس راحب، تحصلت على شهادة البكالوريا في العلوم التجريبية بمعدل 19.54، نعم 19.54، وهي أصيلة ولاية وهران. توشح ميدالية من السيد رئيس الجمهورية، كما تحظى بهدية ومكافأة مالية. المتفوقة الثالثة وطنياً التلميذة وصال أولم، حصلت على شهادة البكالوريا شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.52،
وهي أصيلة ولاية خنشلة وتحديداً الولاية المنتدبة قيس، توشح بميدالية من السيد رئيس الجمهورية وتحظى بهدية ومكافأة مالية. إلى المتفوقين الأوائل وطنياً في كل شعبة، يتقدم التلميذ أيوب شرفاوي. حصل على شهادة البكالوريا شعبة هندسة ميكانيكية بمعدل 19.25، أصيل ولاية تلمسان. يحظى بدرع تكريمي وهدية ومكافأة مالية. تتقدم التلميذة ضحى حوابس. حصلت على شهادة البكالوريا في شعبة اللغات الأجنبية بمعدل 18.80، أصيلة ولاية قسنطينة. تحظى بهدية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم التلميذة إيمان الرحامنية، هي الحاصلة على شهادة البكالوريا شعبة التسيير والاقتصاد بمعدل 18.63، أصيلة ولاية الطارف. تحظى بهدية ودرع ومكافأة مالية. المتفوقة الأولى في شعبة الآداب والفلسفة التلميذة عبير قتوم. حصلت على معدل 18.06 وهي أصيلة ولاية خنشلة. بدورها تحظى بهدية ودرع ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. إلى المتفوقة الأولى في شعبة الموسيقى الفنون في أول بكالوريا للفنون التلميذة وجود حمام، هي الحاصلة على شهادة البكالوريا شعبة فنون بمعدل 17.41 من مديرية تربية بالجزائر وسط. تحظى بهدية ودرع ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. إلى المتفوقين الأوائل من مدارس أشبال الأمة، يتقدم الشبل رياض قلوش جديد. هو الحاصل على شهادة البكالوريا في شعبة الرياضيات بمعدل 19.10 عن مدرسة أشبال الأمة بوهران. يحظى بهدية ودرع ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم شبلة الأمة عائشة بن عبد الرحمن، هي الحاصلة على شهادة البكالوريا تخصص رياضيات بمعدل 19.02 من مدرسة أشبال الأمة بوهران. تحظى بدرع وهدية وشهادة ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. إلى المتفوقين من ذوي الهمم، تتقدم التلميذة السميعة هاجر شرقي.
حصلت على معدل 17.87 في شعبة العلوم التجريبية أصيلة ولاية بتنا. تحظى بهدية ودرع تكريمية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم التلميذة آلاء لشلح. هي الحاصلة على شهادة البكالوريا في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 17.69 أصيلة ولاية الوادي. تحظى بهدية ودرع تكريمية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ البصير شمس الدين عريبي. هو الحاصل على شهادة البكالوريا في شعبة الآداب والفلسفة بمعدل 16.63 أصيل قصر البخاري بولاية المدية. يحظى بهدية ودرع تكريمية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. إلى المتفوقين في امتحان شهادة التعليم المتوسط، تتقدم التلميذة المتفوقة الأولى لينا زجرار. هي الحاصلة على شهادة التعليم المتوسط لدورة سنة 2024 بمعدل 19.94 والمقيمة بولاية الأغواط. تحظى بميدالية يوشحها إياها السيد رئيس الجمهورية وهدية ومكافأة مالية. المتفوقة الثانية في امتحان شهادة التعليم المتوسط هديل خيتوس. تحصلت على معدل 19.92 أصيلة دائرة نقاوس بولاية بتنا. توشح ميدالية من السيد رئيس الجمهورية وتحظى بهدية ومكافأة مالية. التلميذة الثالثة المتفوقة وطنيا شهد نور الهدى زاوي. حازت على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.87 أصيلة ولاية المسيلة. توشح ميدالية من السيد رئيس الجمهورية وتحظى بهدية ومكافأة مالية. إلى المتفوق الأول وطنياً من مدارس أشبال الأمة في امتحان شهادة التعليم المتوسط شبل الأمة البراء سلمان. هو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.52 أصيل دائرة بن سليمان بالمدية من مدرسة أشبال الأمة بالمسيلة. يحظى بدرع تكريمية وهدية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. إلى فئة ذوي الهمم تتقدم التلميذة نور دعاء تهامي. وهي التي تحصلت على شهادة التعليم المتوسط لدورة سنة 2024 بمعدل 18.08 أصيلة ولاية سطيف. تحظى بهدية ودرع تكريمية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية.
يتقدم التلميذ البصير إبراهيم بن أحمد. هو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 17.89، أصيل ولاية ميلا. يحظى بهدية ودرع تكريمية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ السميع محمد عامر. وهو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 17.54 من مديرية التربية بالجزائر وسط. يحظى بشهادة هدية ودرع تكريمية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. إلى تكريم من نوع خاص، التكريم التلميذ شمس الدين عبد العالي دراش، وهو المتحصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات بلندن. عبد العالي دراش شمس الدين، سيدي رئيس الجمهورية، التلميذ شمس الدين عبد العالي دراش قد وقف أمامكم العام الماضي في نفس الموقف متوجاً بميدالية برونزية في الألعاب الأولمبية باليابان، وكان تلميذاً في السنة الثانية ثانوي، وقد دعوتم له سيدي رئيس الجمهورية لأن ينتقل إلى السنة الثالثة، وقد توج مرتين فنجح في شهادة البكالوريا بمعدل 18.05 وتوج بالذهب من جديد، والحمد لله أن استجاب الله دعاكم. الشكر لكم سيدي رئيس الجمهورية، وندعوكم فضلاً للالتحاق بالمتفوقين والمتفوقات لأخذ صورة تذكارية. نهاية مراسم تكريم المتفوقين والمتفوقات في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة سنة 2024 برعاية وإشراف من السيد رئيس الجمهورية. إذن مشاهدينا، كما تابعنا هذه التغطية الخاصة والمباشرة لإشراف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على مراسم تكريم الطلبة الأوائل والمتفوقين على المستوى الوطني في دورة جوان 2024. عموما مشاهدينا، تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع تتابعونه في نشراتنا الإخبارية اللاحقة. في أمان الله.